ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا منى جايه لكم النهارده فيديو جديد. بصوا بقى يا جماعه، انا واقف الناس عندي في النادي، نادي النصر، ناس كتير بتعرفاني وكده، فانا احاول اتنكر على باي طريقه، هلبس الكمامه، هلبس نظاره، هلبس الكاب، يعني متنكره محدش يعرفني ابدا. وكمان عشان نزود التنكر اكتر خلي اصحابي ينادوني باسم ايه، يعني مش هيقولوا لي منى خالص، هيقولوا لي يا ايه. وهوقفهم واديهم كذا فيديو يقولوا رايهم في كذا شخص على التيك توك ومنهم انا. بس كده عايز اشوف بقى رد فعلهم لما يشوفوا فيديوهاتي ويقولوا حلوه ولا وحشه وكده. بس كده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وكملوا الفيديو للاخر عشان تشوفوا ايه اللي حصل. يلا نبدا الفيديو. يلا نبدا الفيديو. قال بيقول لك ايه الغلطه في الامتحان ب 10 درجات. 10 درجات ليه؟ هو انا غلطت في امك؟ بجد كملنا بس ندوكش المثله. تعيطي ليه بس دلوقتي؟ انا والله بموت فيك. حد معاه منديل؟ شو معاه منديل؟ بس خلاص اهدي اهدي. بصي اهدي، مش هنصور معاهم دول. اهدي خلاص. هو انا جدا خلاص. خدي منديل. هو انت كنت عادي تطلعي على اليوتيوب صح؟ هتلاقيكي اول واحده على اليوتيوب عندي. بتعملي ايه؟ انت اكتر حاجه بتحبيها في فيديوهاتي ايه؟ بحبك قوي عشان انت شخصيه محترمه وطيبه وبحبك قوي. والله انا بموت فيك. انا مبسوطه جدا جدا ان انا شفتك واحنا بقينا اصحاب. ابعتي لي على الانستجرام وخلاص احنا بقينا اصحاب. خلاص انا مبسوطه جدا وان شاء الله اشوف الفيديو على اليوتيوب. خلاص ممكن تبقى تصور معاكي؟ ده اكيد. يلا نصور. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ ريتاش. انت اسمك ايه؟ اسمي سارة. في سنه كام يا ريتاش؟ انا في رابعه. وانت؟ وانا داخله ثالثه. عايزاكم تعالوا صفكم. ماشي. بصوا بقى، انا هوريكم فيديوهات على التيك توك وتقولوا تقولي لي ايه رايك فيها. ماشي، يعني الناس ديت ايه رايك فيها وكده. ماشي. هوريكي اول فيديو. I'm gonna be here. I'm gonna be here. I'm gonna be here. I'm gonna be here.
انت عارفه ده مين؟ لا مش عارفه بس انا اتفرج عليه في التيك توك بس ما بحبوش. وانت ابرد لا ما عاملين كل حاجه انا بحبه. يعني انت بتحبيه؟ اه. ايه اكتر حاجه بتحبيه فيه؟ طيب هو بس هو في فيديوهات كتير بيعملها حلوه بصراحه. خلاص تمام هوريكي الفيديو بقى اللي بيدخل على البنات. قد وصلت سبع عالم قلبي والصحاب عمرنا يوم ما نتفارق لو انجالي بتاعي لو انجالي جنبي بتاعي ما بتعشيش حباها؟ لا حباها بس انت مش عارفاها. تمام وريكي واحده ثانيه. قال بيقول لك ايه الغلطه في الامتحان ب 10 درجات؟ 10 درجات ليه؟ هو انا غلطت في امك؟ حبيتي الفيديو؟ بجد؟ بس ما اعرفش انا حبيت الفيديو بس ما اعرفش. انت مش عارفه اي حد من دول؟ لا انا عارفاه. يعني انت عارفه مثلا اسميهم؟ لا ما اعرفش اسميهم بس انا بعرف كل فيديوهات. يعني انت ما تعرفيش اسميهم بس تعرفي فيديوهات. طيب ماشي. طيب انا اخر واحده. ازاي؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ بلتاش. انا قلت اسمها في الاول صح؟ عامله ايه؟ الحمد لله. شفتيها فيديو على التيك توك؟ انت مصدومه ليه؟ في ايه؟ عارفاني؟ في ايه؟ انت سكتي ليه؟ لا معرفش. ما تعرفيني ما شفتنيش قبل كده على التيك توك بس حبيت الفيديو ده. انت كنت لابسه طرحه في ده؟ اه يا شبه بس انا ما خدتش بالي. تقولي يا شبه بس انا ما خدتش بالي. يعني انت ما تعرفينيش؟ شوفي يعني انا عاملة الفيديو بس ما عرفتيش. هو ما عدتش عليك على التيك توك قبل؟ لا بس هو الفيديو مني. انت يا ماما مبسوطه انا شفتك ومبسوطه انا عرفتك وانت عامله ايه؟ انا مبسوطه اني عرفتكم. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ عبد الرحمن. سمعتني عبد الرحمن. بتتفرج على فيديوهات تيك توك كتير ولا لا؟ اوريك فيديوهات تيك توك لناس وانت تقول لي ايه رايك فيهم وحبين ولا لا. ماشي. اول واحد هوريه لك هو ده. عارفه؟ عارفه ولا لا؟ طب اوريك ده اوريك واحد تاني. عارف ده مين؟ بتحب فيديوهاته؟ اوريك فيديو بقى لبنات يعني ندخل على البنات. قد وصلت سبع عالم صحبي والصحاب عمرنا ما نتفارق لو انجالي اكتئاب لو انجالي كان بيتفارق بيقول لك ايه الغلطه في الامتحان ب 10 درجات؟ 10 درجات ليه؟ هو انا غلطت في امك؟ طب ايه رايك في الفيديوهات؟ مش وحشه يعني؟ لا يعني تمشي حالك. خلاص عموما دي انا بس انا عامله فيديو يوتيوب وكده. عامل ايه؟ كويس؟ صدمت؟ شكلي هو خلاص. ها متنكر او استنى اشوف. استنى بقى الفيديو على اليوتيوب. ماشي اه بقى على بنات اتفرجنا على ولاد ده ولا معلش انا مش حضنه ايه ليه؟ ليه؟
طيب قولي السبب ما بحبهاش فيه. يعني فيديو مثلا ولا هو كده؟ مش اصلا انتي ليه قوي بجد ليه بتاعه؟ انت قلتي فيديو تيوب انت بتكرهيها؟ مش هنزله والله. شفتي فيديو كوميك وانت شو قلتي؟ هي بتكرهيها.